سيد محمد، يعني عملية تركية يعني يبدو أنها الآن ستقوم في هذه الأيام القادمة وبموافقة أمريكية شرقي الفرات بسوريا. السؤال هو، هل تخلى ترامب عن حلفائه الأكراد ومن المنظمات الإرهابية الكردية في شرقي الفرات؟ يعني أولا أنا قلت هذا أكثر من مرة من على فضائياتكم وعدة فضائيات، أن أمريكا عاجلا أم آجلا ستتخلى عن المرتزقة وعاملتهم كمرتزقة الآن وتخلت عنهم. نعم تخلت عنهم لأنهم خدموا مصلحة أمريكا في المنطقة إلى أن انتهى الدور المرسوم لهم. هم كانوا يظنون أولا يعني العصابات الكردية المسلحة التي بالبداية، يعني بالبداية يجب أن نتذكر أن الصالح مسلم أو مسلم بدأ يغازل النظام السوري في البداية وليس الأمريكيين، ولكن أتوا الأمريكيين واشتروه في سوق النخلسة وباعوه الآن في سوق النخلسة كذلك. هذه ليست المرة الأولى التي تتخلى أمريكا عن عصابات تعمل لصالحها. حدث هذا في فيتنام الجنوبية عندما حارب الفيتناميين الجنوبيين عشرات السنين ودفعوا ثمنا غاليا، ولكن أمريكا عندما قررت انسحبت وأصبحت الآن فيتنام الجمهورية الفيتنامية هي بيد الشماليين الذين كانوا شيوعيين وما زالوا لحد الآن شيوعيين. فلذلك يعني الذي حدث الآن وهذا متوقع، أنا كنت أتوقعه وأتوقع أن الصمود التركي والتمسك التركي بحق تركيا بحماية حدودها أتى أكله في هذه المرة كذلك. يعني عندما دخلت إلى سوريا في شمال غرب سوريا وإلى منطقة إدلب ومنطقة عفرين، كل هذه الأمور يعني دلت على شيء، تدل على أن الصمود تركيا على موقفها هو الذي سيحل المشكلة في هذه المنطقة. نعم سيكون هناك حرب. جميل. يعني تفضل. طيب يعني هل ستسمح الولايات المتحدة الآن لتركيا بالقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية شرقي الفرات؟ وماذا عن الأسلحة الأمريكية التي مدت إلى هذه التنظيمات؟ يعني أكيد هذه الأسلحة لن يعني سيستعملوها هؤلاء، ولكن أنا حسب معلوماتي أن القوات الأمريكية سحبت كثير من الأسلحة، الصواريخ الكورنت والصواريخ المضادة للدروع في تلك المنطقة. الأكراد في هذه المنطقة لن يستطيعوا الصمود، هم يعني عملوا كمرتزقة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا كبش فداء في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن بدون دعم دولي لهم ودعم يعني كالدعم الذي أعطتهم إياه الولايات المتحدة الأمريكية لن يصمدوا كثيرا وسيدفعوا الثمن غاليا وسيتشتتوا كما تشتت تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة. جميل. طيب تحدثت عن تنظيم داعش، يعني هناك ما يعني مراقبون يقولون بأن مقاتلين داعش في السجون الكردية، سجون هذه التنظيمات الإرهابية شرقي الفرات، يعني يتجاوز عددهم 10,000 مقاتل. ماذا عنهم؟ يعني لو دخلت تركيا وأطلق سراح هؤلاء، قامت هذه التنظيمات الكردية بإطلاق سراح هؤلاء المقاتلين، إلى أين سيكون مصيرهم؟ أظن أن القوات المرتزقة الأكراد سيستعملون الدواعش في عمليات إرهابية ضد من؟ من أجل سيستعملونها ضد القوات التركية من أجل الحصول على دعم أجنبي من أجل محاربة داعش. يعني هم سيحاولون لعب كل الأوراق التي لديهم وخاصة ورقة الدواعش الذين هم يعني يعتبروا باللغة الإنجليزية يقال dead enders، يعني هؤلاء هم الذين يعرفون أن الطريق مسدود أمامهم، فما لهم إلا إما الموت في عملية تفجيرية أو البقاء في سجن الأكراد.